إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكل السادة المتبين الأوفياء، كنرحب بكم من خلال هذا البث المباشر هنا من بولمان. أمطار الخير والبركة كتهطل في هذه الأثناء، قبل قليل كانت قوية هنا ببولمان كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام. اللهم لك الحمد والشكر على هذه الخيرات. واش حسنتوا ما عندكم الشواء ولا الجو عادي عندكم في المناطق ديالكم؟ حاولوا نزيروا شي قنيت هنا. الحمد لله والشكر لله على هذه الخيرات. وغادي نمروا معكم من النفق العجيب هنا اللي كاين ببولمان، واللي هكا درنا عليه لايف وطالبنا الجهات المسؤوله باش تدخل. اجواء رائعه ودرجه الحراره 13 درجه دابا الان، البرد. هانتوما باش تشوفوني الحمد لله منين جبت معايا الجاكيطه ديالي. هانتوما باش تعرفوا الجو اللي انا فيه، فبرد قارس الان 13 درجه عندي في الطابلو. اجواء شتويه بامتياز هنا ببولمان. قربكم من هذا النفق، شوفوا الاجواء ديال الشتاء. واش حسنتوما عندكم الامطار ولا غير هنا في بولمان؟ شوفوا هذا النفق هذا اللي غندوز منه، اللي كنت صورت هني سبحان الله العظيم في وسط الجبل النفق، ولكن خطير شي شويه يعني بالنسبه للحجر. هانتوما شاهدوا، غنحاول ندوز منه، شاهدوا معنا. قدر الله قدر الله يطرح لك شي حجره انت غادي في مشيئه الله عز وجل. والله صعيب 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 هذا النفق صعيب. دابا هذه الطريق بحال غادي لميسور وميدلت. الحمد لله والشكر لله على هذه الخيرات. نزيد معكم شويه مع الطريق وعاد ديك الساعه نتمنوا هذا الواد نجيو نلقاوه حامل اللي مالا. والله يعطينا على قد النفع يا رب. واش الصوره والصوت واصلين لكم مزيان؟ ما شاء الله هذا الواد هذا ديال بولمان منين كيعمر. شنو سميتو الدراري الناس ابناء المنطقه هنا ديال بولمان؟ يقولوا لنا شنو سميت هذا الواد. هذاك الغار اللي دزنا منه تصرفت سميتو تصرفت. معرفش واش الصورة والصوت واصلين لكم مزيان. واش وصل لكم الصوره والصوت مزيان؟ ما كيطلعوليش لي كومونتير ديالكم. لربما تقدر تكون الكاليتي ديال الريزو لا كونيكسيون تكون ضعيفه شويه. السلام عليكم سي عبدو الزلالي، تبارك الله عليك خويا عبدو. إذن هذه الأجواء في بولمان، تساقطات مطرية الحمد لله والشكر لله، والأجواء غائمة جدا، وخاصة في كي يعني النشرة الجوية. سي محمد شيبوب أخي منصف الشاف مكناس والو أخويا هنا في بولمان الحمد لله، يعني كاين قطرات ديال الغيث ومازال عاد جاية الشا، يعني كاينة قوية في جهة ميدلت وميسور. إذن كنظن بأن الصورة والصوت واصلين مزيان. ناس ديال ميدلت وديال ميسور الرشيدية كيفاش دايره الاجواء هناك؟
شكرا سي محمد شيبوب على التفاعل ديالك. شكرا الدراري اللي كيتفاعلوا، وقولوا لنا الاجواء كيفاش دايره عندكم في المدن ديالكم وفي المناطق ديالكم، العمالات والاقاليم. اكيد هنا اجواء غائمه وتساقطات مطريه الحمد لله هنا في البولمان. موسيف طلع الميدلز قريتي. مرحبا خويا المصاوي، مصاوي سيمو مصاوي. كيبان يعني واحد السحابه سوداء جهه ميسور كما كتشاهدوا في لو فون ديال الصوره، في عمق الصوره كاين واحد السحابه سوداء. غير الله يعطينا على قد النفع يا رب. خويا العزيز سي محمد الوردي تبارك الله عليك اخويا، تحياتي ليك. سلام احنا في فاس. والو سي الراقي، الراقي في فاس راه جيت منا خويا، خليت فيها، خليت الجو مغيم ولكن ما كاينش الشتا. سي عبد الهادي النادي، السلام عليكم. سلام سي عبد الهادي. وزان الشميسه جمال، مرحبا خويا جمال. حتى ميسور الشتا تبارك الله. الشريف اسماعيل كن راك في ميسور اخي اسماعيل، الشتا بزاف تما. يلا لف شي من الدقي عطينا الاحوال الجويه كيفاش دايره. الناس ديال ميدلز، ميدلز ميسور عطيونا الاجواء كيفاش دايره عندكم، واش كطيح الشتا عندكم ولا الاجواء مستقره. كيبان لي بان جهه ميسور كاينه الشتا هنا في بولمان، قطرات مطر. تحياتي لك خويا موصيف قلميم غير العجاج. سيمو بن دريس تحياتي سيمو، لاباس عليك كل شيء بخير، كي دايره العائله؟ الله يوفقك، الله يعاونك، الله يعاونك اخويا. طاحت عندكم الشتا ديال نيرمو تما ياك، الله يوصلك على خير، اللهم امين سي مصطفى. شكرا، خاصك تشوف منطقه غفساي. مرحبا مرحبا غفساي، ديما كنطلع ليها وديما كنصورها ومنطقتي هذيك. الله يا ودي غتوصيني على غفساي، ديما انا في غفساي. ميسور نشوفوا شنو سي اسماعيل. لا فاس خدام معايا من ميسور. شي واحد خدام معاك من ميسور، اذا هنا ميسور 87 يموزا المرموشه ميدلت 102 دي طريق ميسور. هادي طريق ميسور مازال الناس 87 كيلومتر من ميسور. الشا ما شاء الله، اللي الناس ديال ميسور، الناس ديال ميسور يقربونا من الاجواء هناك. كنظن بان ميسور فيها الشتا بزايد، لان عاطيني انا في التوقعات ديال الاحوال الجويه عاطيه بان ميسور فريمون فيها الشتا. ميسور والمناطق المجاوره دوكا العونات الحراره 28، هنا عندي 12 درجه الحراره سند البرد. والله الا نوريكم الطابلو ديال الطوموبيل 12 درجه، انا راني لابس الجاكيطه ديالي دابا، يعني واحد البرد قارص. هانتوما شوف والله الا 12 درجة عاطيني في الطابل، يعني برد قارس على برا. والشتا سبحان الله العظيم كتمشي وتجي هنا في بولمان، كتكون قوية عاوتاني كتوقف. دابا راه حبسات شي شوية، سبحان الله العظيم الأجواء كيفاش دايرة. زاكورا واش كاينة؟ نتمنوا الدراري اللي في زاكورا، اللي في ميدلت، اللي في ميسور، اللي في هاد المناطق يعطيونا كيفاش دايره الاحوال عندهم. دابا راه حمسات شي شويه، كاين غير قطرات خفيفه في بولمان.
سلام معاك. راكي مسلاك كاين الشمس فاس والو ميدلت اجواء غائمه، اذا ما كايناش شاف ميدلت غير الغيام. ونصيف زيد شويه في السرعه راك اخويا توصل مسرحه. وانا غادي غير بشويه والله الا غادي غير بشويه. يلا خوتي العزاز غنرجع دابا، نرجع في من خلال بث مباشر اخر. هيا دابا الشيوع عاوتاني تبارك الله راه بدات كتهز. يلا خوتي غنرجع في بث مباشر اخر ان شاء الله. تحياتي للجميع، السلام عليكم ورحمه الله.